حاسين ان البلد بتتطور وبتنهض كلها، وبنشكره على الموضوع ده وعلى المبادره دي. والله احنا شعورنا احسن شعور، احنا حاجه ما لقيناش قبل كده وما شفناش قبل كده، واحنا اول مره في حياتنا ان حاجه زي كده تتعمل للقريه. مبسوطين احسن انبساط، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو في ظهرنا، ان هو يعني بيقدمنا. اي فرحانين وبندعي له بالليل وبالنهار، الله يكرمه ويوقف له ولاد الحلال. عايز اشكر اقول له متشكرين يا رئيس جدا، وربنا يخليك لمصر وتحيا مصر. حاجه مفرحه يعني الناس استقبلتها بفرح هنا واستبشار. نشكر الرئيس السيسي ناهض بالبلد الحمد لله. فكرة يعني نؤيدها وفرحانين بها جدا جدا. برنامج ممتاز، وإن شاء الله ربنا يقدرهم على التنفيذ بإذن الله. يعني هو ابتدى الصرف الصحي يعني أنجزوا. نشكر المسؤولين وسيادة الرئيس وجميع اللي ماسكين المشاريع اللي دلوقتي حاليا بينفذوا فيها. نتقدم بجزيل الشكر لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدخول القرية في المبادرة. المبادرة دي بتنفع القرية، بتنفع القرية وتنفع جميع القرى المصرية. احنا نشكر الرئيس على المبادرة وعلى كل حاجة، والرئيس يعني كده تمام معانا 100 100. نشكر سيادة الرئيس على المبادرة الكريمة اللي اتاح بيها المركز ساحة سليم محافظة أسيوط. ربنا يخليك لينا يا رئيس، وطول لنا في عمرك، وبارك الله فيك، والبلد ان شاء الله هتزهو على يدك.